الشركه ما ديكلاراتش بينا، حنا دابا طالعين في 4 شهور وحنا ما استفدناش، اشنو خاسرين هاد الناس؟ سيدنا هو اللي عطى هاد الدعم، خاصهم يديكلاريو، القانون ما كاينش، ما معترفينش بينا. عندي امي مريضه وانا مطلقه بجوج وليدات، ومولات الكرامه عندي ما نعطيها، ولا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم اخويا، هاد الشيء المده ديال الجائحه مشينا لاكيس قالوا لنا ما ديكلاروش، لاكيس صيفطتنا لهنا. عندك واش مد لك عده ولا نسعف ولا واقف لك باب دارك؟ لا انت عندك راك كتمشي تقدم المرجان، وعندك ما توكل ولادك. انا ما عنديش عند الله، ولا كنتي كتشد الطالير في كونت بونكير. انا كنشد 2000 درهم كنخدم على سيمانه الليل وسيمانه الليل وسيمانه الصباح وسيمانه الجوج العشره، ماشي الله كنشد لك 2000 درهم والناس كتخلص بعلكه وبزاف الحالات. كل اللي عندها مرض مزمن، كل اللي عندها الدياليز، وحسبي الله ونعم الوكيل. واش ربي عز وجل انا بهذا البشيلاء باش نعاونوا بعدياتنا، باش نمدوا يد المساعده لكاع الدول، كاع الدول المجاوره، كل شيء كيديروا يد في يد، كيتعاونوا بالقليله بالقليل. وهنايا غير 2000 درهم هي القليله، هي القليله. كاين اللي كيشي 2 مليون الشهر، وما كاينش اللي كيتبرع بخوه المسلم. واش 2000 درهم ما قادش يعطيها لخوك؟ واش ماشي حشومه؟ اش غدير قدام الله؟ هادشي كاع غيفوت، اش غدير قدام سيدي ربي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. واش ما عندكش الضمير فاش كتمشي تنعس وكتقول لا حشومه دوك الناس خديت لهم رزقهم؟ شحال من جايين دابا من بلفيدير كندعيو حسبي الله ونعم الوكيل، وربي غيبين العالم وربي كيشوف فينا. كوش الشبعانه ما كتسواش الجيعان، وربي اللي غياخذ ياخذ الحق وغيجازينا، يا ربي ياخذ فيهم الحق. خويا اش واقع لينا؟ حنا خدامين معاها قالوا لينا غادي توقفوا، يعني الناس اللي ما مرسميش اللي خدامين بالكونترا غيوقفوا. وقفنا كنتسنى وغادي نستافدوا من التعويض اللي خاصو لنا جلاله الملك الله ينصرو لينا. مني جا شهر 3 ما استفدناش، مشينا لعند البيرو ديالنا قال لينا حقا راني ما ديكلاريش شهر 3 ما وصلش عليا، وصل فاتني الحال، دابا غادي نديكلاريكم في شهر 4. واخا وصل شهر 4 عاوتاني مشينا كنلقاوه ما مديكلاريش، ما استفدنا لا شهر 3 لا شهر 4. عاودنا رجعنا عندو عاوتاني، عطانا 1000 درهم كسلف ديليزينا على ورقه، 1000 درهم اشنو غدير فيها؟ هاي 1000 درهم. انت كتسالك 3 شهور ديال الكرا، كتسالك 4 شهور ديال الموضوع، عندك دواء، عندك مصاريف، عندك ولاد، كاين اللي خدام هو ومرتو هنا من نهار وصبح الله كريم، كاين اللي عنده والديه هابسهم، كاين اللي عنده مسؤوليه، كل واحد هنا عنده مسؤوليه، حتى واحد ما عندوش مسؤوليه هنا. من جينا نشوفو قال لك لا حقه راني مديكلاري. اخر حاجه اكتشفنا الصباح انه ما عمره ما ديكلارا بينا بصفه نهائيه فات كوفيد 19. دابا حنا جينا لعند مفتي الشغل باش ياخذنا حقنا، ما طلبنا حتى شي حاجه، طلبنا غير الحق، المشروع اللي حقه الناس سيدنا الله ينصره. ما طلبنا حتى شي حاجه، لان بنادم صافي راه ما بقاش لاقي كيتحرك، راه بنادم جاي على رجليه وغيمشي يرجع لدارو على رجليه، ويا ترى واش غيلقى ما يدخل حتى لولادو ما ياكلو. يقدر بين ليله ونهار يجي مول الدار يقول ليه خرج، انا تقدر مولات الدار من دابا نمشي نلقاها لاحت لي حوايج في الزنقه، فين غنسكن انا وجوج ولاد؟ ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.